أظنك فرحانة يعني بكريم وبنجاحه الكبير ده، وأكيد بتوصيه بحاجات معينة، في حاجات بتقوليها له بقى لما يجي يخش فيلم جديد وحاجات زي كده؟ هو دايما بوصيه أكتر حاجة بالصلاة وبالدعاء، وهو الحمد لله يعني ما شاء الله ما شاء الله، هو من الناس الجميلة الشباب فعلا اللي بفتخر بيهم، ودايما أقول للناس يعني حد يقول لأولادي تعبينك، أقول لهم بصراحة بجد أحمد وكريم عمرهم ما تعبوني بجد. انت فعلا ما تعبتش ماما ولا الكلام ده للتلفزيون بس؟ تعبت ابويا ما تعبتش امي. كان شقي يا مدام ليلى، كان شقي كريم؟ يعني مين احمد فهمي ولا كريم فهمي اكتر؟ لا كريم كان ممكن يمشي على الحيطه. طب انتوا طلعالو كاميليا طلعالو؟ كاميليا طلعالي شقي جدا. هي كاميليا شقي جدا، فهي زي كريم بالظبط. كريم كان شقي جدا يعني، فاضل له يمشي على الحيطه فعلا، بس كان شقي ومحترم بجد. انت اول مره تخشي مداخله في برنامج. ايوه فعلا صح. انت لا انت اسعدتينا النهارده. انا عايز اهنيكي بنجاح احمد وكريم، وبهنيكي بيهم بجد، ان هما الاثنين ما شاء الله مشرفين وعاملين شغل جميل جدا، والناس كلها فخوره، وانا اظن حضرتك فخوره جدا باولادك الاثنين ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ودعواتكم ليهم، دعواتكم ربنا يكرمهم ويكرمكم كلكم يا رب كده، ويكون كل حاجة حلوة بإذن الله تعملوها إن شاء الله. أمين. ميرسي خالص على اهتمامك وعلى المداخلة الجميلة دي. انت شرفتيني حضرتك جدا ونورتيني والله، ليا الشرف.